طبعا. بس ما كان موجود في التركي، انك تقعدي تشوفي مسلسل 300 حلقة في التركي. النهارده بيقول لك ايه؟ النهارده عايز ايه؟ عدي يا حبيبي، تعالى. ازاي النهارده بقى مسلسلات عربيه، وده يعود الفضل فيه لوجوب منصات كتير عربيه، واخدنا على رتم وايقاع المنصه. لما نشوف كراون، هي بدات بكراون في نتفليكس فنجح في مصر، ومسلسل مش عارف ايه تاني اجنبي نجح في مصر، فبدا احنا عاوزين كمان احنا نعمل. طب احنا مش عايزين نتفليكس بس، عايزين شاهد، طب عايزين واتشت. طب بقينا ثقافه المنصات خلتنا نتقبل الخمس حلقات والسبع حلقات والعشر حلقات. دي ثقافه جديده طرقت علينا من خمس سنين، ودي بقول لحضرتك اهو من دلوقتي وانت بتكلميني من احد اماكن السينما في مصر، الاماكن الحكوميه للسينما في مصر. هتتحول السينما زي التلفزيون كده الى منصات. مفيش حاجه بتتظلم، كل شيء له. الكوسه ليها اللي بيشتريها، والبتنجان له اللي بيشتريه، والطعميه ليها جمهورها، والجمبري له جمهوره. مفيش بضاعه بايره، هي حاجات متفاوته. وانا بزعل قوي من ثالث يوم رمضان يقول لك الاعلى مشاهده. انت يعني دخلت سالتنا يعني ولا كنت يا سهى؟ مش غنوه، عارفه لو غنوه سهل ان انا احصرها. انا عمرو دياب نزل غنوه، فاحمد سعد رد بغنوه، فرامي صبري عمل، فنعرف عدد اللايكات في عدد البلاي. لكن في مسلسل تعرف ازاي يعني ان نمره واحد في ثالث يوم رمضان هو مسلسل نيلي كريم او مسلسل محمد رمضان؟ عرفت منين يا عم؟ اللي بينجح يعني مثلا، حد يقدر يقول ان مسلسل الاسطوره ده ما كسرش الدنيا؟ حد يقدر يقول ان مسلسل عراف ما كسرش الدنيا؟ في حاجات كده كلنا هنتفق عليها. انا بقى على اخر رمضان بلاقي 15 واحد بيقول ان هو نمره واحد. الله يخرب بيت الترند يا شيخ على اليوم اللي شفناه فيه. لا لا مش اوه، بطلت بقى، ربنا تاب عليا. اه طبعا مفيش حاجه، مفيش. ما هو كان بيسالني عن المنافسه دي، مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص. كلام يعني ربنا يوفقهم الاثنين، والاثنين انا رضوى صديقتي يعني. لكن انا ضد حكايه يعني خلاص، زي من ايام فيلم الاستاذه فاطمه، الموضوع ده خلص يعني. والانسه حنفي ومراتي مدير عام. لا بشوف طبعا، بشوف. قالت لك حد لسه قايل لي الصوت الشتوي بيقلع البنطلون باين، ولا بي 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 الصوت الشتوي بيعمل ايه؟ بيدفي الركب، بيدفي الركب. لا اخر حاجه، الصوت الشتوي بيثير الرجل. لا دلوقتي في حاجه ثانيه، بتقول لك ان الست لما تكون قاعده مع جوزها وعايزه تخش التواليت لازم تستاذنه وهو يسمح لها، وما ينفعش تتنفس وهي قاعده جنبه، عشان هي كده بتلين. لو بتتنفس جنبه تنفس من فين بالظبط؟ وهي عايزه تخش التواليت بتقولي؟ تتنفس. انا سمعتها الست عايز تخش تواليت فما ينفعش تنفس، وما يسقش تنفس طبعا وهي قاعده جنبه. يعني يمكن هي تقصد كده، يعني ما تطلعش حتى النفس وهي قاعده جنبه. شفت التقدير والاحترام؟ لا ثانيه، ان هي ما ينفعش ان انا ماشي انا وجوزي فدوس على خيالي. هي ما بتدوسش على خيال جوزها؟ ده ايه، توم اند جيري ولا ايه ده؟ يعني الحكايه طبعا خدت شكل من اشكال ان هي بتستخدم ده عشان انتوا تقولوا ده، او انها ما تنفسش، وانها تخش الحمام باذنه وتخرج الحمام باذنه. ثم ما تتجوز بقى يمكن ما يأذن لهاش تطلع هوا، ونخلص احنا وتبقى حاجة كويسة، وكل الناس تبقى سعيدة وراضية. بلاش ده له اعلام وله بتنجان. انا زعلت لما تنمروا عليها. انا ضد فكرة ان حضرتك اقول لك ايه انت، ايه الجزمة المعشرين جنيه اللي انت نفسها، ولا ايه الساعة، بص ساعتي افخم. ده اسمه تنمر وقله ادب غير مقبول على اي انسان. لكن كمان الاستخفاف بعقولنا ده غير مقبول على اي انسان. حامينا عز شويه، عز مش كده حبيبتي؟
بالراحة خيال وتنفيس طب شخير الراجل بالنسبة لها ايه في ال... طب يا ريت انا بدعو اسمها ياسمين عز، بدعو ياسمين عز من موقعي هذا، ارجوكي كلمينا عن شخير الرجل بالليل، هل ده بيمثل لك قلق، بيمثل لك ضيق، هل ده حضرتك بتسمعيه كمانجات، وفي حالة ان جوزك عنده غازات هل يجوز ان حضرتك تبقي نايمة جنبه ولا تحت رجله، عشان ياريت تفتننا في الموضوع ده. اشكرك. طب عايزين بقى نعرف ايه تحضيراتك الفترة الجاية، سواء سينما سواء تلفزيون. انا بحضر الفيلم بكتبه، انتهيت يعني من كتابته حاليا في الرقابة، اسمه الشيخ ياسين، بعمله انا والمخرج شريف مندور. لسه ما رشحناش ابطاله لكن هنخش قريب ان شاء الله. ايه طبيعه الفكره بتاعتك؟ لا مش هقول لك، ده فكرتي، هقول لك على الفكره كده على الهوا عشان حد ياخدها. لا والله مش هقول، لا مش هقول، لا مش كوميدي ولا شر، هو فيلم غنائي وام كلثوم شيء رئيسي فيه. يا سلام، هو في اجمل من ام كلثوم؟ ولا اختم بياسمين عز زي ما انت عاوزه، اللي انت عاوزاه، اللي انت عاوزاه. انا بشكرك وارجوكي بجد بجد بجد، انا عايز اعرف يعني حكم الشخير والغازات عند الرجل توجهه له بجد، لان بجد لا انا هعرف بقى من الهوا، يعني هي رساله حكم غازات الرجل في الليالي الصيفيه المقمره و الشخير، الشخير في يعني حكمها ايه يكون في الموضوع ده. اكون شاكر فضل حضرتك، ربنا يخليك، مع الف سلامه.